إذا إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكل متتبعي قناة شوف تيفي، تحية أخوكم حميد العقاوي مباشرة منين من المغرب العميق. تحية لكم وتبارك الله عليكم في هذه الأجواء، أجواء رائعة، ولكن المشكل أنكم أنتم أروع. غادي نحاولوا نعيشوا هذه الأجواء مباشرة من إقليم خنيفرة. ربما أخي المتتبع ما كتب لكش الله واحد النهار باش توصل وتعرف المنابع ديال العيون أم الربيع منين خرج هذا أم الربيع، وشوف الله سبحانه وتعالى أشنو نعم هذه المنطقة، واش هاد المنتخبين كانوا في حق المستوى ديال واحد المنطقة اللي نعمها الله بواحد الخيرات اللي ربما حسدوها شي وحدين عليها. تحية لكم وتبارك الله عليكم، وغادي نحاولوا نهبطوا إخواني ونعيشوا واحد اللحظات رائعة، وكما قلت لكم انتم أروع، نخليوا لحظات قبل ما يدخلوا الإخوان نوصلوا 1000 إن شاء الله، وغادي نمشي وندخلوا على شلة. لا غادي نهبطوا بالطوموبيل، تبارك الله عليكم الاخوان، كل واحد يكتب لي. المهم قبل ما نبداو هذا البرنامج كل واحد في الاخوان يكتب لي المورال، كي داير المورال، واش طالع واش هابط، يلا كل واحد يكتب لنا كي داير المورال الدراري، يلا كلنا نتفاعلوا. مازال قلت لكم غادي نهبطوا وغادي نهبطوا ونضربوا هذه الدوره هنايا إخواني في الأطلس المتوسط وفي المنابع ديال عيون أم الربيع. هذه هي الطقوس ديال الأعراس ديال هذه المنطقة اللي نعمها الله واحد الطبيعة خلابة، طبيعة إخواني اللي الحمد لله كما كتشوفوا من هذه البلاصة بالضبط كتنطلق المسيرة ديال نهر أم الربيع. كانت واجدوا بالضبط في المنبع. إيه سيدي في المنبع. ولكن السكينة ربما غادي نحاولوا نشوفوا الله سبحانه وتعالى كي أنه نعم هذه المنطقة بثروات طبيعية، ولكن أعطاها مسؤولين أو منتخبين اللي هاد الناس داروا فيهم الثقة، واش كانوا هاد الناس على قد الثقة اللي حطوا فيهم هاد الناس، مازال تيشربوا من يديهم مساكن في هاد الماء بزبوز واحد ربما ما كاينش. نهبطو نشوفو الطقوس. يلا اخي عندك هذاك تما شد. نعم ما سمعتكش. 0%. ايه هز هذا ديالي، هز هذا ديالي راه فيه الانترنت ودير فيه احيدوس. يلا اخواني وهنا غادي نمشيو نهبط معكم. يا الله يا الله يلا بقاو معنا الدراري. يلا سيدي شدو شد هكا على نقد، على نقد البوق. اذا اخي المتتبع كان تواجدوا في عيون ام الربيع هنا فاش الله سبحانه وتعالى اعطى الانطلاق في هذه المنابع 44 عين، 44 ديال العين. هنا اللي تيقول لك بانه الام الاربعه والاربعين عين، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى اعطاها واحد السريان على طول السنه. غادي نعيشوا هذه الاجواء بعيدا عن لاريير وعلى البروتوكول، وتعيشوا معنا هذه اللحظات الرائعه رغم ان كاينه معاناه عند هاد الناس.
دير احيبك. المهم الصورة تتكلم وغادي نشوفوا الله سبحانه وتعالى شاطر هذه المنطقة رائع، وأنتم أروع هاد الناس هاكي تيستقبلوا الساكنة والزوار، عفوا الزوار في عهد كورونا. هادشي زوين بيني وبينكم. هاك أستاذي هنا غادي نحاول نزعم كما ندخل لهاد الجهه اخواني المتتبعين الكرام، وغادي نكون جالس احسن بلاصه نيابه عنكم وتنهديكم من هذا المنبر هاد اللحظات الرائعه مباشره من عيون ام الربيع. تحيه لكم. اذا اخواني الكرام كنتواجدوا في عيون ام الربيع اقليم خنيفره، هذا الاقليم اللي الله سبحانه وتعالى اعطاه خيرات، اعطاه حقا خيرات طبيعيه، ولكن للاسف الشديد اخواني ما كاينش اهتمام. تصور اخر متتبع حنا كنتواجدوا هنايا في اقليم خنيفره اللي قلت لك بان ولو مندوبيه اقليميه السياحه فشلات الحكومه المغربيه باش ربما ديرها فيها. من العيب والعار اننا نكونوا هنا نكونوا في اقليم خنيفره ومندوبيه وحده السياحه ما كايناش، ما كايناش، هذه الحقيقه. ناس كتعاني غتشد دول الكاميرا وغتشوف ناس كي كتعاني اخي المتتبع، علاش ما نستمروش ويكون هذاك المرشح البرلماني صوت ديال ساكنه المغرب العميق انه يوصل بان الله سبحانه وتعالى انعم المملكه المغربيه بالاطلس المتوسط بالثروات الحمد لله طبيعيه، ولكن للاسف الشديد ان الساكنه كتعاني. كتشوف اخي المتتبع وحنا واقفين قد الكاميرا استاذي تما، كتشوف اخي المتتبع الكريم وحنا هنايا ولو والله العلي العظيم الى طفى دابا الضو ما غاديش تلقى حتى منين ندوزو هنايا حتى الكليراج بيبليك. ضوي لي يا استاذ الكليراج بيبليك اخي المتتبع كاين عند الديور ولكن ماشي عند كل شيء، لا اللي عنده الضو والدخلت مول القيطون ياك. غادي نحاولوا نبعدوا عن المقير ونعيشوا معكم هذه اللحظات الرائعه مباشره من الاطلس المتوسط من عيون ام الربيع. موسيقى ما كاينش ديك الاستاذي ديال احيدوس، لا دخلها غير من الانترنت عادي. يلا كل واحد يكتب لنا واش عمرك انك جيتي لهذ البلاصه ولا اول مره غادي تزورها مع اخوك حميد العقاوي. يلا قول ليها بكل صراحه. احيدوس إذن إخواني هذه هي الحالة، شوف أن الله سبحانه وتعالى شعفل هذه المنطقة ما كنستافدوش. يا سيدي بصح الناس المنطقة ما كيستافدوش والو، منظر رائع والبراء البراء البراء من منظر رائع. واو ساكنة المغرب العميق أطفالنا يا ما شاء الله. الله يهدي الله يحفظك أودي السي حميد وتبارك الله عليك. علاش ما تستغلش هاد البلايص ولا لا خص تجي الشركات الكبار ولاد المنطقة عندهم إجازة، ولاد المنطقة عندهم دبلومات، ولاد المنطقة قراو جاو يستثمروا، ولكن بيني وبينكم مع شي سياسيين اش غادي تستثمر؟ ما كاين والو.
انت سيدي وتسارى لا عساس لا اللي يقول لك دخل ولا خرج ولا اش كدير تما، ما كاين غير مرحبا مرحبا حتى تمشي. وهذاك يخز مال الزالة واخوي مغليدة ومليدة ومن نور وما بغل وين حوضة يا وهيد ويا فضة واخلي فلا والنافس قليدة ويني والبي نور وما غليد ومخيبة ومن نور وما بغل وين حوضة ويني الزول يا دا يا وين حوبان يا واشي قام قديزي يغزم ضالي وتساعي ولبينو لبينو عويما ندى مزير بنيك ونالي دا مليز لك ودا سلم يو وحيوظة لقيق مزي وما مستعدون لبينو لبينو عوي ما بيد مزير ونايك وحدي بينو عوي زاخي لا مضنك عيديون الزون ومن مينو من مينو وما بيد مزير ونايك ونالك الزول يا إثما الزول يقول المتتبعين الزول أرون عيون أم الربيع تحية النون تحية الأخت سعيدة تدريس تحية لعائشة مايا فنانات مغربيات اللي نشأوا رأسهم براسهم هما من هذا البلاصة بالضبط. ويونو يونو ما يدي تلالا نعم مني مني عوي مامي قال خونا يغلي يا يونو 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 وهذا ما يدي تلالا نعم هيني هيني أنا يا ضغط يونو رجل هذا يونو 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 وهذا صغل هذا بيدي والظل يلي يلي أوي مامي قال خونا يغلي يا يونو 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 هذا ما يدي تلالا ننام يلي يلي أوي يا يورين وذي نقيت يا يونو ذي نقيت يا يونو ذي نقيت عيونو ظل عذابو شهيد مالي واسيد يونو واسيد يونو وغدوش تذهب للشامطي ايدي ما نسمع الزور سيدي ربي غيبون تحية لكم عشنا هذه الأجواء وعشتها معكم وكأنني ابن المنطقة وبأجواء ديال المنطقة هاد الأغاني تيطيحوا ضيب يا غير نزيد شي اغنية اخرى الدراري نزيد شي اغنية اخرى نزيدو شي وحدة اخرى يلا سير سير يلا اغنية مهداتي لكل متتبعي قناة شوف دي فيها الزوج اما احنا وانو اي دي وين وواي دي الزان الحبيبة أي بود بود ولا زوجي غوازكم حنا وانوم إيدي وين وايدي الزاد الحبيبة سير جوجوج لي حواض روايد الإخوان حنا هاي دي يا هاي دي الزاد
حبيبي. واو، دوا ديال طونسيو ياك. ما حنا ووانو يبين ووايزر الحبيبة ولا يقاز وسمونا نوكي جاروة. ما حنا نو ياك نو. تحية لكم وتبارك الله عليكم. يا جمال لكم خصني غير نهز البندير ياك اسيال نونا حدو. تطقوس هانت هاي 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 فين غادي ينعس حكم حامد هانت؟ علاش لا؟ انا طلعتي نشوف. اذا تحية لكم اخواني وتبارك الله عليكم. ومباشرة عرفتي فين ولا؟ واحد البراكة ولكن زواونا بيني وبينكم. تحية طلعتي عندك نطيح انا. ويونو يونو وعنا الميلي تلالا للعب يونو يونو وذي نسير كلبون بي يا وي النبوت لي زينتي يا وي وشتي يحني يحني يا لقلقي وضغلي غلمان. وبصحة خوتي كاع اللي قلبوك حل يخرج ياك من هذا البرنامج. جو رائع جو رائع جو رائع 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 بكل معاني ولكن اقصاء 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 تهميش لا مبالاة من طرف السياسيين ديال المنطقة. سجل يا تاريخ فوتوا علينا الهم. يلا تحية للاخوان اللي متتبعين قناة شوف تي في. سلام لبس بخير تهنا وما يدعنيش. ناس طيبين وخاوة مولاها مولاها ولكن ما غادي يهضر معايا ما والو. هانية تا يشوف هانية مرحبا بكم. هاك يحفظ ربي هاوما وهو ياك يحفظ ربي هاو وما يدعنيش. ويش تهنا واقي مغربي زدان غاسلك كاكيسن ها هذا والله. ويونو يونو هذا بيدي تلالا نلعب هيا بدك لينو هذا. اقول لهم السلام عليكم. السلام عليكم كيف دايرين بخير هانيا؟ كل شيء بخير. وسانك سانك 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 انا وياه. كاين شي ضوء ما كاين لا ضوء لا ما لا والو لا دعم لا حتى حاجه حتى حاجه ولكن سانك 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 واخا ما كاين لا دعم لا حتى حاجه سانك 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 والله راه بخير. إنا سير كربون بي اي لا بو تريشي انت يوشا تحني يحني علي كيف شمسي غربال افا غاطيورون شراب اي ورسي الغيوت اي لا 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 افا صبرا ذا ميلي ونزار اها مزيان افا غاطيورون شراب افا صبرا ذا ميلي ونزار ما غات الصوت ما غات زريث افا قلنا ضيع وي الشراب امنين امنين زين امنين زين صغرى يفضى يفضى زعما دخلني فراو النات السقميت اهلا وسهلا خير يا ترحم تاسي وبراني سوق جديد كاينه لا انت عارف خلاص ديك ديال اوريغ فعالي غري خاصي ويدري الو او يا 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 انا نغلب سو بيني وبينكم صافي اغلب سو فادي غلب سو غلبني لا لا غلبني صافي لا ولد البلطاقة وهو جا مسكين مرحبا بك خويا حميد مرحبا بك نعيشوا هذه اللحظات واك سي غندير واتاي ما بغاش قال لك نديروا اتاي هاديك دابا مع الماء مع سميتو بنعناع انا برا انا برا قال لك واش انت دابا انت تقدر زعما تمشي توقف حدا البرنامج تقول لهم وبغيت نخدم وبغيت نخدم ما ديرهاش كاع سانك 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 اجي نقول لك واحد القضيه انا مزاوك في الوالده سميت محمد 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 الله يعطيك الستر عطيني ثلاثه ديال الوزاره في السميه ديال الوزاره في المغرب ثلاثه كاينه سيدي ديال الخارجيه قول لي ماشي شغلي انا المهم قول لي ثلاثه سميت ديال الخارجيه صاحبي ديال موريد هاك ما سميتو ماشي شغلي لا هذا الوزير الخارجيه سميتو قول لي انت السميه بوريضه بوريضه زيد
وكاين صافي هذا اللي كاين، هذا اللي كاين، هذا اللي كاين، هو اللي كاين بوحدو بوحدو شي وزير اخر؟ لا والو، ما عرفت اسمي كاع. لا ماشي ما عرف، لا كنعرفهم. وعلاش انت هاد بوريضه زعما؟ شديد انا. غير عنده السميه زوينه ولا شو؟ لا ماشي عنده. عنده الرويضه زعما؟ لا هو زعما هو لا هو لا هو دبلوماسي، راه الوزير خطير زعما الله يعطيك. فاش عرفتي انت بين خطير؟ يا باش نديو الصحراء، باش ديناه سيدنا وبوريضة هكا وي وذاب وذاب هاو. قول لي قول لي شي وزير اخر، شي وزير اخر. انا ما كنعرفهمش، ما عرفتش دابا شكون هو رئيس الحكومة؟ والله يا ما عرفتوش. شكون هو الوزير الأول؟ هو ما عرفت حتى واحد هنا في المغرب، ما عرفت حتى واحد. ما عرفت حتى واحد. سيدنا بوحدو، سيدنا اللي كنعرف محمد السادس الله ينصرو، اللي كنعرف رئيس البرلمان سميتو. لا والو ما عرفتوش. والو كول والو، ولكن كيعايش وبخير. بخير سانك سانك. كنعرف غير الملك، اللي كنعرف شي واحد اخر ما كنعرفوش. ام ربيع، ام ربيع وعين ربيع، مرحبا بكم في عين ربيع. ايه عرفتي فين غادي اليوم؟ اليوم انا راني ضيف عند هادو، غادي اليوم راح نضيف ضيف اخر. ضيف راني ضيف عنده. مرحبا به، بغا يتعشى عندي مرحبا به. اجي نقول لك الله يعطيك الستر، هما راه قالوها لي راه تيكسبوها، قال لك شي يزري انا مزاول. ما هو يا خسير. بس انا معاون. هذا كاع تاع انا راك واه يقولوا شي يزري. هو مولاي سمو السين خي زران، علاش نزر خي زران ولا ينو. هو هو مو غايتانو يا ويقر ذي وثمين. هذا تعاود غيبه ما تحرش. هو هو يدك كاع شواب وتكتور. هو ثناك ذراع يشاب وتكتور. لا سي حرك ما قال مسمي. هو ثناك ذراع يشاب وتكتور. هو يا سي حرك ما هو قال مسمي. هو ثناك ذراع يشاب وتكتور. ناس طيبين، ناس بسطاء، ناس الله. واش عرفتي شي وزير في المغرب؟ قولها لهم. واش قال لكم واش انتم ما عارفينش شي وزير في المغرب؟ قال لكم انا ما عارف، عارف غير سيدنا بوحدو. انا عارف غير سيدنا، شي وزير اخر ما عرفتوش. ما نعرف عليه، ما كنعرفش انا في الجبال الاطلس المتوسط. ما عارف غير سيدنا الله ينصرو. بوحدو. بوحدو. الوزراء؟ ما كنعرف حتى واحد. الوزراء يغدى لا يغور غايا يتما. شاذ زريمة خت شاذ. ولكن عرفتي كي داير الطبيعة إخواني الكرام، أقسم لكم بالله إلى طبيعة خلابة. الله أنت سيدي. ويلي 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 ويلي. ويونو يونو واو ميدي تلالا نعم. يونو يونو اوي نسير كربون بي هاني وان يلا الله يعطيكم الستار، الله يحفظك، الله يكبر بيك. الله يكبر عليكم. قول له قول له يلا معايا. وتبارك الله عليكم. اه مرحبا بكم في عين مربيع. الماء موجود، الفلاحة موجود، كلشي خدام، كلشي ناضي. مرحبا بكم عين مربيع. وشحال من وزير تتعرف؟ وما تنعرف حتى واحد. تنعرف غير الملك. شي وزير ما كنعرفش، ما كيتبدلوا 4 سنين كيتبدل ما عرفتهم. وكنعرف الملك اللي كان. هكاك الله يعطيك الصحة، الله يكبر فيك، شكرا خويا العزيز. هكا يحفظ ربي، هكا يحفظ ربي، مشى مسكين شطب على، برافو عليه. إذا هو يمشي مسكين وغادي تبقى الفرحة والسرور، وديما الناس مساكن مآمنين بالمكسب. أي حاجة تيقول لك مرحبا بك. تعشى عندنا، تغدى عندنا، ولكن بيني وبينكم إخو باس نواضو. يخو بس نوضو يا سيدي، يخو بس نوضو. سير بسير.
اذا اخواني تحية لكم وتبارك الله عليكم وتبارك الله تعالى هذا السيد شهادة في حقه. يلا اخواني اوه واحد السيد مسكين وخيارت به كما قالوا الناس ديال الرقيبات. تحية من عيون ام الربيع ديها يا الشي حرية حتى للرقيبة تطيح ياك. إذا تبارك الله عليكم بعد ما عشنا هاد الأجواء غيب شوي خويا هما ناس بسطاء ما كاينش لمن يبيعوا جالسين بيناتهم والهضرة ويجلسوا والهضرة وكل الحمد لله ويهضروا حتى الدراري الصغار ها هما بشوية بشوية إنها ساكنة المغرب العميق يا سادة. كنا في واحد البرنامج اللي ربما برنامج أخوي عائلي برنامج اللي عشنا به هاد الطقوس العائلية الأخوية مباشرة من المغرب العميق. الضطفة ولو بولا وحدة غادي تلقاها ياك شتو قبيلة كي كانت الأجواء الله سبحانه وتعالى كي نعمنا بالنور ديالو ياك شتو قبيلة كي كانت الأجواء وكتشوف خرير المياه أخي المتتبع ياك شتو كلكم قبيلة وانتم كتقولوا سبحان الله والله شنو عطانا من طبيعة ولكن شوف حيط تحت ظلام حيط تحت ظلام لا أثر للتنمية ربما غادي تشوف حتى هاد الأرض كي دايرة وتشوف الطريق غادي تشوف السكوس غادي تشوف المعاناة غادي تشوف الويلات غادي تشوف بأن هاد الناس كي تستغلوا خطرة في 5 سنين صناديق انتخابية يا سيدي صناديق انتخابية كيحاولوا باش أنهم يستغلوهم مرة واحدة في 5 سنين. تحية أخوكم حميد العقاوي نخلي بعض الإخوة اللي عندهم برامج على قناة شوف تيفي اللي ما زال حتى هما خصهم يدوزوا بعض البرامج من بعض المدن أو الدول المغربية فقناة شوف تيفي تتحاول أنها تكون بعيد المكان وتوصلكم بالصوت والصورة ما يقع. فإذا كان شي خطرة ما وصلناش باش أننا نعطيكم شي خبر فالعين بصيرة يا سيدي واليد قصيرة. تبارك الله عليكم.